قالت شربت الماي لا توقف، عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجناء، جنك جليل وشوفتك يا شهب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دا. الله يرحمك يا ملا عطية، روح بعجل لهلك قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدموع بخدك تسيل، ما عندك بهالبلد عزوة، قالها غريب ولا أهل عندي ولا. قالت هلك في وين، قالت هلك في وين، قالها في المدينة، عنها ارتحلنا والدهار جاير، عمي علي ومسلم انا اللي مخذول، ومسيت ببلدكم ماليا. قالت انت مسلم ابن عقيل، انت مسلم ابن عقيل الذي تتحدث عنه الناس. فتحت الباب على مصراعه، قالت على الرحب والسعة، هذا شرف ما بعده من شرف. فتحت الدار، افردت له بيتا، البيت باصطلاحنا الغرفة حجرة، جاءته بالطعام والشراب. لكن اسألكم سؤال، هل ذاق مسلم من ذلك الطعام شيئا؟ لا والله لم يذق لقمة واحدة من ذلك الطعام. قام إلى الماء توضأ وصف قدميه، ما زال قائما راكعا ساجدا، يدعو الله تعالى ويناجيه. إلى الصباح بات مسلم، إلى الصباح. أعظم الله أجوركم، لما قرب وقت الفجر جاءته طوعة بالماء، فرأته مستيقظا، قالت سيدي ومولاي ما رأيتك نمت هذه الليلة. قال هومت عيناي فرأيت جدي أمير المؤمنين يخاطبني، يا مسلم العجل العجل، الوحى الوحى، ولا أظن إلا أنها آخر ساعة في هذه الحياة. أعظم الله أجوركم، قام إلى الماء، جدد وضوءه، ثم بعدها صف قدميه لصلاة الفجر، صلى الفجر وجلس ليعقب. يقول أرباب المقاتل بيناه وكذلك، وإذا بي يسمع صهيل الخيل وقعقعة اللجم وزعقات الرجال، فقام مسرعا إلى لامة حربه أو إلى سيفه، صاحت به طوع إلى أين يا مسلم؟ قال أمت الله جزيت خيرا، أما تسمعين زعقات الرجال وقعقعة اللجم وصهيل الخيل؟ أخاف أن يهجموا علي الدار فلا يكون لي متسعا لقتالهم. يقول أرباب المقاتل بيناه وكذلك، وإذا بالقوم قد تكالبوا على الباب، فخرج إليهم وكان ضخم الساعدين، حتق فمد يده إلى الباب فاقتلعه، إلا شد الغضام فرمزارا والباب طاع زلزل. وينكم يا شباب؟ مسلم عمره 35 سنة، شاب في مقتبل العمر،
لا تدخر هذه الصرخة، الصرخة هذا محلها. شوف أنا أنعى وأنت تون حتى نطيب قلب سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. يقول شدي الغضب فرمي زارة والباب طاع زارة، ينادي المنية لالفة يا مرحبا بهويا. أعظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، فصبغ الأرض بدماء الأعداء، وضج الناس من كثرة القتلى، فبعث ابن الأشعث إلى ابن زياد أن مدني بالخيل والرجال، فكتب إليه ابن زياد أو بعث إليه ابن زياد: ويحك، أرجل واحد يقتل منكم هذه المقتلة العظيمة؟ فبعث إلي ابن الأشعث: أو تظن يا ابن زياد أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ إنما أرسلتني إلى بطل همام وسيف صمصام من سيف من سيوف خير الأنام. آجركم الله فمده بالخيل والرجال. أعظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، فشد فيهم مسلم وهو يرتجز ويقول: آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرى. أعظم الله أجوركم. قالوا: لك الأمان يا مسلم. قال: لا أمان لكم يا أهل الغدر والنفاق. فشد فيهم كالليث الغضبان: أين المنادي ومسلما؟ حتى صبغ الأرض بدمائهم. يقول السيد ابن طاووس في كتابه اللهوف: فأصابه العطش فأسند ظهره إلى جدار ليستريح ساعة، فجاءه ملعون من خلفه وضربه بالسيف على عاتقه، فهوى إلى الأرض فأحاطوا به. وفي نقل آخر: عمدوا إلى تلك الحفيرة وغطوها بالدغل والتراب، ثم مالوا إليه بأجمعهم. هذا وهو وحيد فريد، وكانت النساء والأطفال على سطوح البيوت أو على سطوح الدور يرمونه بأطناب القصب المشتعلة بالنار. ألا من مناد ومسلمة؟ فمالوا إليه فشد فيهم كالليث الغضبان. فلما وصلوا تلك الحفيرة انكشفوا عنها، فوقع مسلم في وسطها. أين المنادي ومسلما؟ وحسينا. فتقدم إليه ابن حمران وضربه بالسيف على شفته العليا، فقطعها وسط السيف في السفلى، فسالت الدماء على كريمته. فتقدم إليه ابن الأشعث وضربه بالسيف على محاسن وجهه، ثم أحاطوا به من كل صوب ومكان. هذا وطوعة تنظر إليه، وطوعة تصيح على السطح وشال كسير.
ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك الموثوق طايح بالحفي وقادوه مثل الطير مكسور الجنا. صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي اش بيدي وانا حرمة وضعيفة ومقدرة جاني اش بيدي وانا حرمة وضعيفة ومقدرة احمي ويلي لو يتركونك كان فت قلبي وداوي كان سلمت من كيدهم سلم وقالها يا طوع اليوم ما تحصل سلام اوصيت كان بهالبلد طبا ويتا قولي لهم مسلم يبلغكم واجرج على الله والنبي سيد الكون تجيكم يا طوع مخدرت حيدر مخدرت حيدر على كور يا زينب إلا تجيكم يا طوع مخدرت حيدر حيدر على كور وجني أراها بهالسكك بيتامة بيتام هتدو يا صاحب الزمان اعذرني على قراءة هذا البيت حسرة وراس حسين فوق الرمح مشور تدخل على ابن زياد وياها النساوي أعظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء يقول الشيخ المفيد أعلى الله مقامه جاءوا ببغلة وأصعدوا مسلم عليها ووضعوا مسلم على تلك البغلة وقادوه مكتفا ملببا إلى ابن زياد فأمر ابن زياد بالصعود به إلى أعلى قصر الأمارة فصعدوا بمسلم إلى أعلى القصر هاجركم الله أحسن الله لكم العزاء فلما أرادوا ضرب عنقه توجه نحو الحجاز وجرت دموعه على خده وأخذ يخاطب الحسين بلسان الحال شي يقول يقول حسين يا روح الزكية ويا قلب خير العمل قلبي يبعث لك سلامة والتحية للأهل وانشدك بالله تسامحني ترى حان الأجل وراسي لازم ينقطع وبحبل ينجر البدن وبينما مسلم يسلم والمدامع تنهمر رفع سيفه وهبر السياف من جاه الأمر وراس مسلم دحرجه والجثة ظلت تعتفر وراس مسلم دحرجه والجثة ظلت تعتفر وبدل دفنه من السطح ذبوح عباد الوثن ومن وصل شيخ العشيرة الخبر عن ذبح السفير
سالت دموع بغزارة ونادى حي على المسيح بذبحته عطشان في الطفوف بشرني البشير ومثل مسلم لازم ابقى على الثرى وما اندفع وصاح يا زينب تعالي حول الخطب الفظيع جيبي ابنتي حميدة بهمة يا بنت الشفيع بمسح بشفي عليها وبحتضنها لا تضيع وصاح يا زينب تعالي حول الخطب الفظيع جيبي ابنتي حميدة بهمة يا بنت الشفيع بمسح بشفي عليها وبحتضنها لا تضيع وبعد عيني تكفي ليها من يسلبون الضعف أمنا راحت وانتي مثلي أمنا راحت وانتي مثلي يا ما قاسيت اليتم وحاول الكرار يعوضنا واظن عندك علم لكن اللي يفقد امه شلون جرحه يلتئم والذي يفقد ابوه يذوب شبده من المحن فقط هذه الصورة يقال أن الضعن الحسيني لما وصل إلى الكوفة وأنزلوهم في تلك الخربة بينهم كذلك وإذا بعجوز اقتحمت تلك الخربة قالوا لها ماذا تريدين أمت الله قالت سمعت أن عندكم يتيمة لمسلم ابن أخي تسمى حميدة علي بها جاءوا إليها بيتيمة مسلم أخذت تمسح على رأسها ودموعها جارية تخاطبها شمائل هي والله شمائل مسلم صاحت بها حميدة أمت الله من أنت قالت أنا طوعة أنا من أجرت مسلم ابن أخي هذا لسان حال حميدة تقلها يا عم يا عم يا عم اش كثر بي حلوة الليالي الليالي عزيز وفرقته تصعب الوالي على ابويا على ابويا اللي جم قلبي وتاه بالي بجيتك هاي وبنشدك علي يا بجيتك هاي وبنشدك يا علي تقلها يا عم يا عم احكي لي ايش صار آي 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 أويلي يا عم أبوي احكي لي حالة حالة من طاح ياهو التدنالة ياي من طاح ياهو يا 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 التدنالة